في عام 2012 كان المبتكر العالمي إيلون موسك صاحب شركتي تسلا وسبيس إكس متوجهاً لاجتماع في لوس أنجلوس، لكن الازدحام المروري تسبب بتعطيله ووصل إلى اجتماعه متأخراً ساعة كاملة. بعد أن انصرف ظل يفكر في مشكلة الازدحام اللي تعاني منها البشرية وكيف يقدر يوجد حلول مبتكرة لهذه المشكلة العالمية. بعد مرور عدة أشهر قال موسك إن وسائل المواصلات الأربع اللي يعتمد عليها العالم وهي السيارات والقطارات والمراكب والطائرات عمرها أكثر من 100 عام، وآن الأوان لكي تخترع البشرية طرقاً أحدث للنقل. ثم طرح فكرة مشروع أطلق عليه هايبرلوب، اللي أصلاً كانت فكرة المهندس الميكانيكي والمخترع جورج مادهرست سنة 1812، إلا أنه لم يكن محظوظاً بتطبيق تلك الفكرة. ولكن الوقت أثبت أن تلك الفكرة لم تكن سيئة ولم تكن خيالاً، إلا أنها كانت سابقة لعصرها. وبعد 200 عام وتقدم العلم وانخفاض تكلفة الإنشاءات وتوفر التكنولوجيا، نجد أن فكرة الهايبرلوب أصبحت أقرب إلى الواقع. الهايبرلوب هو أحدث وسيلة للنقل في المستقبل كما يقول المتخصصون، ويعتقد بأن العمل به سيبدأ خلال السنوات العشر المقبلة. وتصل سرعة الهايبرلوب ل1200 كيلومتر في الساعة، أي أنه أسرع من أقصى سرعة تصل لها طائرة البوينغ 777 بأكثر من 200 كيلومتر. يعني راح يقطع المسافة من دبي لأبوظبي اللي تستغرق تقريبا 1.5 ساعة، سيقطعها في 10 دقائق فقط. لكن هل هذا معقول فعلا؟ يعني كيف بتقدر مركبة أن تتحرك بهذه السرعة الهائلة؟ الهايبرلوب يعتمد على تقنية بسيطة، وهي نفس التقنية الموجودة في لعبة إير هوكي. تذكرون كيف كان القرص يتحرك على الطاولة بسلاسة وبدون أن يحتك بالأرضية؟ بطريقة مشابهة تقريباً ليتحرك قطار الهايبرلوب، ولكن في أنابيب خاصة يكون الهواء شبه معدوم فيها تقريباً. لعبة إير هوكي تعتمد على أن الهواء القادم من الطاولة يرفع القرص فيطفو بسلاسة على السطح، لكن الفرق في هايبرلوب هو أن القرص في هذه الحالة هو العربات اللي فيها الركاب. هذه العربات هي اللي تخرج الهواء، وهذا اللي يخليها تطفو أثناء الحركة دون أن تلامس الأنبوب اللي تمشي فيه. ولأن الأنبوب تقريبا مفرغ من الهواء إلا شيء قليل، فإن ذلك راح يمنع الاحتكاك بينه وبين العربة، وبالتالي بتنطلق العربات بدون أي مقاومة. أما ضغط الهواء المنخفض الموجود في الأنبوب فتقوم العربة بشفطه عن طريق شفاطة موجودة في المقدمة وتحويله إلى الأسفل ليحفظ توازنها. وراح تستمد العربات سرعتها الأساس من تقنية تسمى Electromagnetic Propulsion أو الدفع الكهرومغناطيسي. أما مسار القطار اللي يحمل الأنبوب فراح يكون مصمم بطريقة مرنة ليصمد أمام تغيرات الطقس والهزات الأرضية، وراح تكون على سقفه ألواح شمسية لتوليد الطاقة. والأعمدة اللي بتحمل المسار راح تكون مرنة لكي تتحرك في حال حدوث هزة أرضية حتى لا تسقط. ولهذا فإن هايبرلوب قد يكون أكثر طرق النقل أماناً في المستقبل. هناك قطارات تعمل بتقنية اسمها Magnetic Levitation أو اختصاراً Maglev، وهي تقنية تعتمد على رفع القطار لمسافة متر تقريباً عن الأرض علشان يتلافى الاحتكاك اللي يقلل من سرعته. ويقول إيان بيرسون وهو عالم متخصص في شؤون المستقبل أن في خلال 10 سنوات لن تكون القطارات فقط اللي بتعمل بهالتقنية، بل أيضاً المركبات ذاتية القيادة اللي بتسير في الطرقات بدون أي عجلات، تصوروا، وبتعتمد على تقنية ماجليف اللي بتكون موجودة فيها في ذلك الوقت. تخيل نفسك طالع من البيت فتركب في علبة مثل الغرفة ما فيها إطارات، وتدخل العنوان اللي تبى تروح له وتنقلك مباشرة. نعم، هذا هو مستقبل السيارات. هالسيارات بتطفو في الهواء مثل الأفلام، تعرفون ليش؟ بسبب نوع معين من المغناطيس اسمه سوبر كوندكتنج ماجنت، وهو نوع قوي جدا. هالمغناطيس له القدرة على حمل أوزان ثقيلة جدا، ولكن يعطيها الحرية للسير بسرعة فائقة وبثبات عالي جدا.
وحاليا تقوم اليابان بتجربة قطار سريع يطفو فوق سكة مغناطيسية ويسير بسرعة 600 كيلومتر في الساعة. هذا القطار يستخدم تقنية سوبر كوندكتينج ماجنت اللي تمتاز بقدرة مميزة في التجاذب والتنافر في الوقت نفسه، بحيث يخلق هذا المغناطيس مجالا مغناطيسيا يبقي قطعتي المغناطيس منجذبتين لكنهما في الوقت نفسه لا تلتصقان، ولذلك يمشي القطار بهذه السرعة وهو مستقر دون أن يسقط. حد بيقول طيب هل ممكن أن تدخل السيارات إلى داخل عربات الهايبرلوب مثل ما حاليا تركب القطار والسفن والتنقل بين المدن؟ يقول المختصون في المستقبل بأنه سيتم دمج نظام الهايبرلوب بمركبات خاصة بدل السيارات تستخدم تقنية ماجليف، يعني راح تستقل تلك المركبة من منزلك أو مكتبك وتتحرك بها في الشارع إلى محطة الهايبرلوب، وبتدخل في إحدى مركبات القطار اللي راح ينقلك إلى وجهتك في داخل المدينة أو إلى مدينة أخرى، مما سيوفر مرونة في التنقل في المدن دون الحاجة لانتظار وسائل النقل العامة، وبكلفة أقل وبأمان أكثر. في المستقبل القريب بتكون معظم السيارات ذاتية القيادة مملوكة للشركات مش للأفراد، تعرفون ليش؟ كما قال رئيس أوبر يقول إن الجيل الجديد ما يحب يسوق سيارات، وفعلا قامت أوبر بتجربة سيارة ذاتية القيادة بالتعاون مع فورد، لكن مش هالمفاجأة. المفاجأة كما قالت أوبر إننا في العقد القادم يعني في 10 سنوات سنحقق ما حلمنا به طويلا، تعرفون شو؟ السيارات الطائرة. أعلنت أوبر مؤخرا تعاقدها مع مارك مور أحد خبراء الهندسة السابقين في ناسا ليقوم بتطوير خدمة تدعى إليفيت، وهو أسطول من السيارات الطائرة ذاتية القيادة أو نصف ذاتية القيادة اللي تقلع وتهبط بشكل عمودي مثل الهليكوبتر أو الطائرات دون طيار، لكنها كبيرة تحمل ركاب في داخلها وتتخطى كل زحام الشوارع لتنطلق بسرعة تتراوح بين 240 و400 كيلومتر في الساعة. لكن فكرة السيارات الطائرة لا تراود أوبر فقط، بل هناك الكثير من الشركات العازمة فعلا على تحقيق حلم البشرية اللي يراود الناس منذ زمن طويل. لكن رغم أن الشركات دخلت مجال منافسة اختراع السيارات الطائرة في السنوات القادمة، إلا أن تطور التشريعات الحكومية الضابطة لهذه التقنية بتستغرق أكثر من ذلك الوقت بالتأكيد. هذا القطار، ولو كنتم من هواة الدراجات النارية، فشركة BMW قامت العام الماضي بطرح نموذج لمستقبل هذه الصناعة يدعى Motorrad Vision Next 100، وهي عبارة عن دراجة نارية آمنة جداً حيث أنها مزودة بنظام للتوازن الذاتي ومجسات تساعد السائق على تجنب أي خطر على الطريق، هذا بالإضافة إلى النظارة الذكية اللي بيرتديها السائق وبتعطيه معلومات عن حالة الطريق وسرعته والمسافة المتبقية للرحلة. يعني دراجة باتمان العجيبة قد نراها تجوب الشوارع قريباً. كل ما ذكرناه هو مستقبل النقل في داخل المدن أو بينها، حتى قطار الهايبرلوب ما راح ينقلنا لأكثر من 1400 كيلومتر. السؤال الآن، ماذا عن السفر عبر المحيطات وبين القارات؟ هل سنظل نستخدم الطائرات اللي تأخذ ساعات طويلة، أم أن هناك حلول مستقبلية قادمة؟ يرى خبراء الطيران في ناسا وشركة لوكهيد مارتن المشهورة بتصنيع الأسلحة والطائرات، يرون أن ما يطلق عليه هايبرسونيك بلينز أو الطائرات فوق الصوتية أصبحت الآن حتمية وقد آن الأوان لجعلها حقيقة. سرعة الصوت هي 1235 كيلومتر في الساعة تقريبا، أما طائرات الهايبرسونيك فلن تتخطى سرعة الصوت فحسب، ولكنها راح تكون أسرع من الصوت بأربع مرات تقريبا، أي حوالي 4800 كيلومتر في الساعة. هذا يعني أنها راح تسافر من لندن إلى سيدني في ساعتين تقريبا. تعرفون كم تستغرق هذه الرحلة حاليا بالطائرات العادية؟ 21 ساعة و40 دقيقة. تخيلوا كيف راح تغير هذه الطائرات حياة البشر. في أكتوبر عام 1967
قام ويليام جون وهو مهندس طيران بقيادة طائرة تدعى نورث أمريكا X-15، وهي طائرة هايبرسونيك تطير باستخدام الصواريخ. هذه الطائرة وصلت لارتفاع أكثر من 100,000 قدم، وهو ارتفاع غير مسبوق للطائرات، ووصلت سرعتها إلى 7274 كيلومتر في الساعة، وذلك كان الرقم القياسي للطائرات في التاريخ. إذن تقنية الطائرات الهايبرسونيك ليست خيالاً، وراح تكون حقيقة مع التقدم العلمي والتكنولوجي. يبدو اليوم أن العلماء وأبحاثهم منطلقين بسرعة أسرع من الصوت، ويتوقعون العلماء أن تدخل الطائرات فوق الصوتية إلى حيز العمل، تعرفون متى؟ في عام 2040، مش للتجارب بل أيضاً لنقل الركاب كذلك، وربما بذلك بتنتهي معاناتنا مع السفر الطويل لما فيه نوم ولا راحة. يحكى بأن الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة قطع مسافة من أفريقيا وحتى آسيا في 30 عاما، طبعا مر فيها على الكثير من القرى والمدن علشان يعرف ثقافات الشعوب. أما اليوم فلو الواحد أخذ دايركت فلايت أو رحلة مباشرة من المغرب حتى آسيا بيأخذها في يوم واحد فقط، ومن يعلم يمكن في المستقبل تكون هالرحلة ما تستغرق أكثر من دقائق بسيطة. كل ذلك بفضل العلم والمعرفة وطموح الإنسان لاكتشاف المجهول. أعتقد أن احنا اليوم محظوظين لأننا نعيش في عصر مثير جدا ومليء بالمفاجآت والكشوفات العلمية الكفيلة بنقلنا إلى مستقبل أفضل لنا والأجيال القادمة. كل ما ذكر لحظة الكشف البعيد، بها تنكشف الطلاسم، هي لحظة الكشف.